السلام عليكم، يا اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده من احلى اكله. اكيد ان شاء الله في احلى اكله، لكن ايه الحكايه بقى؟ والله هنعمل النهارده بحضراتكم الحمام الكذاب. يا عم ما تهزرش، والله هو اسمه كده، طريقه مش بالحمام عشان كده سموه حمام الكذاب. هو بيتعمل بوراك الفراخ، طريقه سهله جدا وبسيطه لكن فيها حبه تفاصيل صغيره هنتكلم ان شاء الله بحضراتكم واحده واحده لحد ما نشوف الحكايه وليه اسمه حمام الكذاب وايه التفصيله وجات منين وشكله عامل ازاي. هنشوفه ان شاء الله بحضراتكم واحده واحده. والحشو بتاعه عادي جدا زي حشو الحمام او حشو الفراخ عادي، اذا كان بالفريك او بالرز والكبد. هنشوف التفصيله ماشيه ازاي. طب اللي مش مزاجي ياكل الحاجات دي نعمل ايه؟ جايب ربع كيلو لحمه، هناخد تعصيجة حلوة، نعمل صينية كوسة بالبشاميل تكون معمولها صوص حلو بنوعين، كريمة أو البشاميل مع كمان صوص الطماطم. واخد حتة لحمة صغيرة من المفروم دي مكورها، هعملها مع شوربة بطاطس. على ما أعتقد كده ثلاث أطباق أسهل من بعض، ولكن بعد الفاصل. تفضل. يا اهلا بيكم مره تانية مع احلى اكل. طيب كنا بنتكلم برضه بحضراتكم قبل الفاصل على اكلات لطيفه ان شاء الله بسيطه نقدر نعمل افكار حلوه مختلفه شويه عن العادي. احنا بنحب الفراخ محشيه، المحشي ايا كان، ولكن فكره الوراك المحشيه دي مسمى بتاعها الحمام الكذاب. انا بحب اتكلم بصراحه بقى، يقول لك الحمام الكذاب، ناس كتير جدا وايه الحمام الكذاب يعني، وليه حمام كذاب وعشان ايه حمام الكذاب. هقول لكم حاجتين. يقال ان اللي ما يحبش الحمام بس عايز ياكل حمام بيبقى هو ده البديل، ويقال ان ده بطريقه موفره عن الحمام، يعني ده موجود وده موجود. ولكن انا شايف من وجهه نظري بالعكس، ده هيبقى فيه لحمه اكتر من الحمام، والبروتين بتاع الفراخ كمان هيبقى عالي جدا لان كميه اللحوم فيها هتبقى اكتر من الحمام، هيبقى فيه حاجات بسيطه جدا. ولكن ما بقولش مقارنه، بس انا بقول الفرق ما بين او الفكره ما بين الحمام الحقيقي او الحشو الحمام الحقيقي وحشو الوراك المخليه بفكره الحمام الكذاب. هنشوف التفصيله ماشيه ازاي، وهتحشي كبد وهتحشي رز وكوب، وهو اكني بحشي حمام او اكني بحشي فرخه شمرت او فرخه بلدي بتاعتنا. طيب الطبق الثاني اللي ملوش مزاج النهارده ياكل الحمام الكذاب او الفراخ المحشيه بطريقه الحمام الكذاب، هنعمل كوسه بالبشاميل بس على مزاج شويه. فجاب عندي ربع كيلو لحمه مفرومه، خدت منهم حبه اديله كده استاذ شايفهم دول، عملت بيهم ايه؟ كورتهم، شايفهم يا فندم اهم دول، خدت حبه كده حته كورتهم. دول ايه بقى؟ هعملهم مع الشوربه. الشوربه اللي هعملها النهارده شوربه بطاطس بالكريمه وجواها قطع لحمه كده مكوره، هتبقى ليها تيست حلو قوي ان شاء الله بطريقه بسيطه وسهله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، تعال نبدا نخش في الرز. هو انا عندي حبه رز الصراحه هحشي، لازم يبقى بارد، بس عايز اعمل رز ده بحركه عشان اوضح الطريقه وما فيهاش تفاصيل كتير. رز عادي، كوبايه رز. بسم الله الرحمن الرحيم، تعالى نعمل حبه رز دول عشان برضو ايه، حتى لو مش هحشي بيهم افرشهم عندي في الارضيه بتاعه السيرفيز وانا بقدم عليه الحمام الكذاب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، انا احب اعمل رز يكون طعمه حلو، وزي اي حد بيعمل رز طعمه حلو مش انا يعني لوحدي، ولكن الموضوع تعالى بقى نشوف نعمل الرز ده ازاي بتست يكون لطيف. بيدي شويه معلقه سمنه، بسم الله الرحمن الرحيم، تمام، ومع معلقه السمنه كالعاده سنه زيت. ليه؟ عشان السمنه ما تحرقش بسرعه، وعشان كمان الزيت بيلمع الرز. سنه كده بسيطه خلاص، تمام تمام. وانا احب اعمل الرز احط فيه ورق ادغار حلوه، لو حابب قرفه، ده كله بينزل في الاول، احب اشوحه مع السمنه عشان ريحه حلوه، مع حبتين حبهان في النص كده، وحب ابص اول ما احس ان خلاص كده الامور تمام تمام، هجيب عندي كوبايه الرز بسم الله الرحمن الرحيم وابدا اشوح فيها عادي جدا جدا جدا. بسم الله، وهسيبهم عندي يسخنوا شويه. طيب عايز تحط ايه يا شيف في النص؟ والله هنحط اكيد كده كده التصدير هستخدمها للكوسه، ممكن نعمل حركه حلوه واحنا واقفين جنبها كده بالمره. الكوسه دي هنحشيها لحمه مفرومه، ولكن انا احب الكوسه تاخد تشويحه حلوه في مكعبين زبده. بسم الله الرحمن الرحيم، واسيبهم قدام عيني كده شويه مع فلفل اسود وحبه ملح، وهدي لو حبيت فص ثوم بيبقى تيسته عالي جدا جدا مع الزبده كده. فص الثوم لو انا قلقان ان يتحرق مني هجيبه عندي شرايح كده، خدت بالك يا فندم؟ هيفرق كتير جدا. وبعد كده هندي تقليبتين حلوين بسم الله، ونسيب الكلام ده كله مع بعض شويه لما الالوان بقى تبدا تبان. واخد بالك يا فندم؟
بدأت تقود جزء من التسوية وكمان لون ونفس. هرجع تاني للرز هقلب مفكر كمان وانا شغال اجيب عندي سنة زيت بسيطة بسم الله كده كمان سنة وعندي كبد فراخ شايفة فنم قطعها عليها فلفل اسود ومعلقة لطيفة بسم الله واشوحهم لوحدهم على جنب كده. هنا عندي حبة حليب بيطفو شوية هبدأ هعلي النار شوية عليهم عشان اعمل حبة بشاميل شوية. الكبد مش محتاجة مني حاجة غير ان اشوحها شوية كده مع نفسها كده اهو خلاص خلصت دي هتتحط في الحشو او على الرز في النهاية ونديها طبعا تاتش توم مفروم واي تتبيلة بنحبها والهدف منها بس اسويها لوحدها عشان ما تعجنش في قلب الايه الرز كده وممكن سن البهار مشكل تاتش جوزة الطيب بسيط لو حبينا متشكلين ادي كده عندي منظر الحشو كبد الحشو عامله ازاي ما فيهاش اي حاجه خالص. طيب ارجع تاني للرز اول ما احس ان خلاص بدا يسخن لسه شويه هبدا هشتغل فيه واحده واحده. هنا في عندي حله فيها ميه سخنه جدا هتعمل ايه بالميه السخنه دي؟ هنجيب عندنا الجزر ده شايفه فنم والبصل والكرفس والثوم كده ده كل الحاجات دي كلها وراح اعمل ايه واخدهم زي ما هم كده ونازل بيهم على الحله السخنه دي اللي هسلق فيها ايه الفراخ اللي هي محشيه بطريقه الحمام الكذاب. حلو الكلام. طيب معانا ايه تاني؟ نحط حبه حاجات في المرقه حلوه زي ورقتين غار برده لو حابب احط قرفه فلفل حصى حبهان كل الحاجات دي تدي مرقه كويسه وانا مش محتاج المرقه دي في الاخر بصراحه لان انا هحط ورق المونيوم دلوقتي انا بس بحب اقول حاجه اتكلم بصراحه. هنا الكبد خلصانه اترفع على جنب هرجع تاني للرز اخليه قدام عيني هنا اسخن كويس وعايز اديله لون حلو وتبهير لطيفه هديله سنه قرفه باودر وسن البهار مشكل وكمان وهدي الرز ده كمان من عندي برضو للتتبيل مكعب مرقه لطيف هفرمه على ايدي كده خدت بالك يا فندم وهنزل كده وراح مشوح حاجتي حبه ملح لما الرز بيسخن باي طريقه هو الملح في الاواخر كده وهجيب عندي حبه المرقه بتوعي او الميه السخنه بسم الله الرحمن الرحيم واوعد وشي واغطي الرز شكرا على كده واوطي النار واغطي واهدي النار خالص. حلو الكلام كلام جميل وهسيب عندي هنا الحله دي بتغلي فيها حبه الخضار وتعالى نخش بقى نشتغل على الفراخ. يبقى هنا احنا اسسنا ايه في الاول الشغلانه؟ اساسيات ممكن تاخد مننا وقت شويه. طيب الكوسه دي خلاص اقول لك لحظه واحده خد مني دي وما ترجعش ورايا. ليه بقى بتقول كده يا شيف؟ عشان انا عايز اسوي الكوسه شويه هياخد مغرفه واحده من المرقه بسم الله كده بس كده تبدا بقى تسويها سنه على الحشو ان شاء الله تبقى جاهزه وزي الفل. وانا شغال هحط عندي حله ثانيه او طاسه هبدا هشوح فيها اللحمه المفرومه او اعصق فيها اللحمه المفرومه يعني بمعنى الكلمه ب معلقتين زبده حلوين وسنه زيت برضه بسم الله ادي معلقتين زبده حلوين كده خد بالك معلقتين انا بحط مكعبات باين ان هي كتير بس هي لما بتسيح بتبقى معلقتين بالمعيار يعني اللي هي انا بقول دايما على المعلقه بتبقى مكعبين حط اربع مكعبات او اربع خمس مكعبات كده هم دول معلقتين زبده كويسين. طيب سيب دول للمفروم مع نفسهم كده شويه وتعالى نخش على الفراخ ونتبل ونظبط الامور. طيب انا جايب عندي الوراك هجيبها ازاي يا شيف دي منين والحكايه ايه؟ اقول لك تعالى بينا بسم الله الرحمن الرحيم. ادي ورك الفرخه زي ما حضراتكم شايفين شايف الملامح متشال منه العضمايه ومتساب الحته الاخيره دي هي دي الشبيهه لرقبه الحمام. حلو الكلام؟ اهي الثانيه نفس الكلام شايف؟ والثالثه نفس الكلام. حلو كده؟ كلام جميل وزي الفل. طب وبعدين يا شيف تعال نتبل الاول الشغل بتاعنا قبل ما نخش نعمل اي حاجه ايه بقى تتبيلتك بسم الله فلفل اسود وبراحتي خالص. طب انت اللي عملت الفراخ دي كده يا شيف اقول لك لا يعني جايبها كده جاهزه اه بروح عند بتاع الفراخ اقول له سمحت انا عايز
كيلو وراك بطريقة الحمام الكذاب أو مفتوح بشكل فكرة الحمام الكذاب. هو الراجل بيعمله وعارف الحكاية عشان ما تجيش نفسك أنت بيخلي خالص العضماية اللي في الوراك وبيسيب الحتة الأخيرة دي بالشكل اللي حضرتك شايفينه ده. طيب سنة ملح وسنة فلفل وحبة حبهان مطحون. ركز معايا يا فندم، هنا بقى احنا بنظبط روائح حلوة وكمان سنة بهار مشكل. حلو كلام؟ كلام جميل وزي الفل. طيب الزبدة دي ساحت، فاكرها يا فندم؟ فاكرينها بتاعت ايه؟ معلش قبل ما نخش في الفراخ برضه عشان ايه؟ نبقى مظبطين امورنا واحده واحده. والكوسه دي خلصانه، هنجيب على السريع كده اللحمه المفرومه دي كده. قبل اي كلام فلفل اسود عشان الزفاره، ونشم ريحه كويسه واحنا بنقلب اللحمه، مع حبه ملح عشان ما يكلكعش مني يبقى مفرفط كده شويه. وعلى الزبده معلقه نظيفه، بسم الله، وانزل باللحمه المفرومه كده. نحط زيت، نحط سمنه براحتنا، بس احب اخليها جوسي شويه فمديها سكه الزبده دي شويه. حلو كلام. الرز عندي شغال بتشرب. نرجع للفراخ اللي بتتبل. طيب حبه الرز تمام جاهزين؟ تمام جاهزين. وبعد كده بنحط عليهم حبه الكبد، بسم الله كده، و نبدأ نشتغل. بكون مجهز عندي ورق ألومنيوم ومجهز عندي الخلة اللي حضراتكم عارفينها بتاعت الشيش توك. حلو كلام؟ كلام. ورق الألومنيوم بتاعي هبدأ أقطعه قبل ما أظفر إيدي. واحدة، اتنين، تلاتة. حلو كلام؟ يلا بينا. خلاص تبنا حاجاتنا زي الفل. أنا عايز أحط إيه تاني الصراحة؟ عايز تاتش توم. مش عارف تحبش توم ليه يا شيف؟ والله بينفع جدا. بص 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 بص، الستر من عند ربنا. شفت؟ خدت بالك؟ كان اللبن هيطير مننا. سيبه يهدى خالص وكده تقفله بالبشاميل. سنة التوم دي مش كتير اهي، بس كده. هو ده اللي بتكلم عليه. انا شم دلوقتي احس بطريقه الشغلانه تمام التمام. اول ما احس ان انا ايه متبل كده وحكلي تمام التمام، شايف الملامح عامله ازاي؟ واحنا لسه بنتكلم في الني. طب وبعدين؟ بسم الله. وما بزودش كتير في الحشي وبعمل كده اهو، بسم الله. اه شوف، من كتر الحشو هيطلع مني في النهايه. على ايه؟ خليني أأمن حالي كده. تاني كده اهو، شوف بحط قد ايه كده اهو. حلو كده؟ تمام. هعدل القطاعه كده وهبدا هقفل كده. شوف بقى بعمل ايه هنا كده اهو. خدت بالك؟ ماشي يا فندم. ودي نفس الكلام. سريعا بس معانا كده عيون، معلش شوح اللحمه عشان ما تتحرقش مننا واحنا شغالين. وانا شغال اللحمه دي هحط عندي بصلايه كبيره تجيب ميتها وتبدا تستوي بقى براحتها خالص. حالا سيب دول ونرجع تاني للفراخ. حيالا هكون بحركهم لحظة واحدة. بسم الله، عشان بس انا بشتغل بحاجتين، فموضوع الفراخ ده بيبقى شاغلني عشان الزفارة والحاجات اللي حضراتكم فاهمين انا قصدي. بحاول دايما ايه اركز في القصة دي. طيب نرجع تاني، معلش يو انت تقطع لازم لحظة واحدة. اتفضلي يا ام مريم. صباح الفل. الو، صباح الخير. اهلا وسهلا بيك يا فندم. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم، كله بخير. مبسوطين من اكلاتك قوي. ده شرف لي يا فندم، ربنا يعز حضرتك. تسلمي. انا كان عندي بنوتين كانوا نفسهم يطلعوا معايا. ينورونا ويشرفونا يا فندم، ربنا يحميهم لك. معايا بنوته 14 سنه وواحده 12 سنه. ما شاء الله، ربنا يحميهم لك. حالا يا فندم ممكن نسجل بنوتهم في الكنترول؟ ينورونا ان شاء الله باذن الله. يا ريت ما تنساهمش بقى، هم اتصلوا كذا مره واشتركوا في البرنامج. ما نقدرش ننسى اولادنا يا فندم. على راسي يا فندم. حاضر، اوامر. شكرا. حالا في الكنترول يا فندم. بشكرك، ربنا يحميهم لك يا رب. حالا اتفضلي. شاهد هاني، صباح الفل. الو، اهلا وسهلا يا شاهد، ازيك؟ هو حضرتك يا شيخ علي؟ الحمد لله يا جميله، اخبارك انت ايه؟ الحمد لله. يا رب تكوني بخير يا حبيبتي. عامله ايه؟ كله تمام؟ كله تمام. ونفسي اطلع معاك في البرنامج من زمان. لا انا ينورني ويشرفت لما اشوفك. حاضر. انا بتصل من حضرتك من زمان قوي. ربنا يخليك. قولي بقى، انت عارف تعمل اكل ايه بقى؟ كنت
رخمة شوية وشدة. الله، يعني كم سنة يا شهد يا حلوة؟ عندي 13 سنة. ما شاء الله عليك، خلاص متفقين. عندي موهبة النحت، بعمل أشكال كب كيك عجينة السكر عليها. الإيه؟ أنا آسف مش سامع. الفول الحراري. كب كيك، الله حلو. طب هتيجي تعملي أكل إيه لما تيجي المسابقة إن شاء الله؟ فراخ مشوية. فراخ مشوية، طب ليه مش كب كيك؟ ممكن أعمل كب كيك. آه أنا عايز كب كيك، عايز حاجات غريبة كده مختلفة حلوة، مش كله زي كل مرة. ولا إيه رأيك؟ أنا بعمل أشكال عليه في عجينة السكر. طيب خلاص أنا متفق معاكي، ويلا بينا لو سمحتي عشان عايزين ناكل من إيدك الكب كيك، ممكن؟ حاضر ماشي. ماشي حبيبة قلبي. حضرتك في البرنامج. الإيه؟ نفسي أطلع مع حضرتك في البرنامج. الله يتنوريني وتنوري البرنامج يا حبيبة قلبي، يلا حالا في الكنترول سجلي بياناتك عشان إن شاء الله نتقابل مع بعض في أقرب فرصة. حاضر. حاجة تانية؟ لا شكرا. صباح الفل والهنا. صباح الفل يا حبيبتي. ندى هانم، صباح الفل. صباح الفل يا شيخ. أهلا وسهلا بيك يا فندم، أخبارك إيه؟ اهلا اهلا بحضرتك. كله بخير ان شاء الله. الله يبارك لك يا فندم، تحت امرك. تمام الحمد لله بخير. الله يبارك لك. تسلم ايدك على اللي حضرتك بتعمله لنا. الله يبارك في عمرك يا فندم، ربنا يعزك. تسلمي. الله يخليك يا شيخ. تحت امرك. كنت عايز اسالك، سمك المكرونه بتاع اليوم السبت كان تحفه بصراحه. اوكي. ناويه ان شاء الله اعمله. هبوظ الدايت بس هعمله. بالهنا والشفا يا فندم. الله يهنيك. بالهنا والشفا يا فندم. نتشرف. شكرا يا شيخ. الله يخليك. اوامرك. وكنت عايز اعمل ورات الشاورما، بتطلع مني ناشفه قوي ومجلده. اوكي. حاضر حاضر يا فندم. الشاورما لحمه ولا فراخ يا فندم؟ لا لحمه، بحطها في الرول مش بيطلع احسن حاجه. الايه يا فندم؟ في رول شاورما، في عيش التورتيه. عيش تورتيلا، ماشي تمام يا فندم. حاضر. بتطلع معاكي ناشفه؟ ايوه بيطلع معايا ناشفه مش عارفه ليه. طب حاضر هقول لك. هتحط زبادي؟ لا بحط لها الزبادي بصراحه. تحط ايه يا فندم؟ مش بحط زبادي. لا الشاورما لازم زبادي او لبن رايب عشان تبقى معاكي طريه. تمام ماشي الكلام. تمام اوامرك امر. حاجه تانية؟ لا الف شكر. تحت امرك. صباح الفل يا فندم. يا منار هانم، صباح الخير يا شيف علي. صباح الفل والهنا. عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم كله بخير يا رب دايما. الله يبارك في عمرك. احييك على الحلقه بتاعت النهارده يا فندم. احييك على الحلقه بتاعت النهارده والله. على ايه يا فندم؟ متشرف يا فندم، ربنا يعزك. قول لحضرتك، هو ينفع نعمل الحمام الكذاب ده نحشيه من جوه فريك بدل زي ما انا شغال كده؟ هو بس ايه، هتلاقيه عكسك في القفلة الورق الخل اللي شغال بيها دي، ولكن يمشي معاك باي حاجه انت عايزاها، فريك ايا كان مفيش مشكله. احمد ابني كان عايز يسلم على حضرتك. حاضر عينيا الاثنين. حاضر ماشي اتفضل. خد يا احمد. لا. صباح الفل يا حماده. عامل ايه؟ ازيك؟ الحمد لله. اخبارك ايه يا حبيبي، كله تمام؟ عندك كام سنه؟ ست سنين. ست سنين ما شاء الله. وايه اخبارك في المطبخ؟ يسرقني الجيش. مش سامع. بتقول ايه يا حبيبي؟ انا والله ما سامع. انا تنورني يا حبيب قلبي. حاضر يلا حالا في الكنترول اشترك لو سمحت عشان تنورني ان شاء الله، ممكن؟ اشترك بقاله كتير يا شيخ علاء والله. حاضر هنعيد تاني الاشتراك حالا يا فندم في الكنترول وعينيا الاثنين. حاضر يا فندم. حاجه ثانيه؟ صباح الفل بشكرك. طيب لحظه واحده عشان بس انا عم بركز في الوراك دي، في حاجات مفتوحه كويسه وفي حاجات ما بتعاكس في القفل. انا النهايه عايز كده. بص يا فندم عايز القفله كده. طيب انا بعد كده اي حاجه تحصل هروح اعمل كده. بص بعمل ايه؟ اللي ما يعرفش اقفله بالخله هقفله كده اهو، واروح اعمل كده واروح اعمل كده. خلاص انا هدفي كله ايه؟ اكمر او اقفل كويس جدا حاجتي، عشان كده عملت لها بورد الالمنيوم. شايف يا فندم؟ اهو كده. وممكن من غير خله خالص لو انا هتقرفني. انا اسكان، انا شخصيا عكستني شويه، فلو حضرتك في البيت تمام ممكن عادي جدا من غير الخله. اهي شايف المنظر؟ ما فيهاش حاجه، والرز مش كتير عشان خاطر زي ما اتفقنا ما يطلعش بره. اهو كده. كده وهياخد دول كده زي ما هم كده، وهنزل فين؟ في قلب الحله اللي احنا حطينا لها من شويه الايه؟ البصلايه وورق الغار والحبهان. الحاجات دي كلها واسيبها تاخد وقتها وتعيش حياتها. هنا المتعصب خلصان. تعالى بقى لم الزفاره دي يا فندم، واسف للتاخير جدا. نهى هانم صباح الفل. صباح النور. اهلا وسهلا بيك يا فندم. ازي حضرتك يا شيف؟ احمد ربنا.
الأول أنا بحب أشكر حضرتك على مجهودك الرائع معانا بصراحة، وبشكر الطقم كله اللي شغال ورا حضرتك. شكرا يا فندم، ربنا يبارك لنا فيكم يا رب، وما نتحرمش منكم أبدا، ربنا يعز حضرتك ويجعله في ميزان حسناتك يا رب. شكرا يا فندم، كلك ذوق، تسلمي وتعيشي. تسلم. أنا بس كنت عايز أحجز لابني مع حضرتك يجدد الاشتراك. عينيا الاثنين على طول. هو مشترك والله يا شيخ من شهر 4 اللي فات. أنا عايز أقول لحضرتك نفسيته تعبانة جدا. ليه؟ بسبب إني مش عارف يطلع مع حضرتك. للدرجه دي ما اقدرش. والله يعني لدرجه ان انا ما رضيتش اتصل وهو هنا، انا استنيته وهو في المدرسه حتى اتصلت بحضرتك تاني عشان ما احييش الامل على الفاضي. طب سمحت يا فندم، معلش انا اسف، كنترول لو سمحت نعيد بيتنا تاني حالا حالا، وبنعتذر بالتاخير جدا جدا جدا. حاضر. النبي يا نور، معلش يا شيف، والنبي يعني خليه في الاولويه، الله يبارك لك، لان انا عايز اقول لحضرتك هو نفسيته متضايقه جدا، كان نفسه يطلع في عيد ميلاده شهر 9 واتصلنا برضه شهر 9 وما حصلش، ما حصلش نصيب. حاضر يا فندم، اوامر. حاضر. معلش يا شيف، بنسأل على حضرتك. لا يا فندم، اوامر اوامر. حاضر يا فندم. حاضر. تسلم يا شيف، وبشكر حضرتك على مجهودك الرائع اللي بتعمله لنا ده، وبصراحه انت مش مدينا فرصه ان احنا يبقى عندنا اي اسئله. العفو يا فندم، اوامرك تحت امرك. شكرا. حاضر يا فندم، تحت امرك. نبي يقول انا بس فكره الناس بتشتري باربع خمس شهور دول، شايف ان مش شايف ان هو كتير شويه؟ ما هو الحمد ماشي ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك، بس المشاهد ما يعرفش الكلام ده يا جماعه. يعني التفاصيل اللي احنا عندنا ناس وعندنا جداول ومحافظات ومش عارف ايه، كل ده كله مش مشكله المشاهد، مش مشكلتهم، مشكلتهم ان هو يحجز في الوقت، ان يعني ما يتاخرش قوي للدرجه يعني ان يبقى طفل يتضايق او حد يبقى زعلان. فلو سمحتي هندير الامور وظبطيها. شكرا جزيلا افندم. اي هانم، صباح الفل. صباح النور، ازيك؟ اهلا وسهلا بيك يا فندم. ازي حضرتك؟ الحمد لله كله بخير. بشكر حضرتك على البرنامج باقل الامكانيات، الواحد يعرف يخش المطبخ يعمل كل حاجه. بالهنا والشفا يا فندم. لا شكرا على واجب يا فندم. ممكن انا كنت مشتركه لاختي بقالها شهر، هي شاطره جدا في المطبخ ونفسي تطلع، انا عامله لها مفاجاه. تنور الدنيا وتشرفنا. حاضر يا فندم، اوامر. حاضر. الله يخليك. حاجه ثانيه؟ تكلم ابني بس. نعم؟ ممكن تكلم ابني؟ طبعا. الو. الو، صباح الفل، ازيك يا صاحبي؟ انا والله ما سامعك، انت بتتكلم من البلكونه ولا ايه؟ انا مش سامعك خالص. انا مش سامعك خالص. عامل ايه؟ طب ما بدل ما تقولي لي عامل ايه، ما تعالوا السماعه يا جماعه، انت هتقعدوا تقولوا كلامه وتقولوا لي. ها؟ مش سامعك يا حبيبي، انا اسف. طيب كلمنا تاني يا حبيبي، شكرا جدا ليك. طيب هرجع تاني، الحليب اللي كان دافي شويه، عايز اعمل حبه بشاميل على السريع، فجايب عندي البشاميل السريع، مضرب، بسم الله كده، وانزل بيهم كده مره واحده. وقلب كويس، كوسه متشوحه الناحيه التانيه، لحمه مفرومه جاهزه، عصير الطماطم هعمله ميكس حالا مع البشاميل لما يقفل. امورنا واضحه ما فيهاش اي تفاصيل، واتمنى يكون تفاصيل الحمام الكذاب ده هو فيه، هتلاقوا انا عكستني انا شخصيا الخله وانا بقفل، ولكن الهدف من الخله دي ايه؟ ان اربط بس اللحم المفتوح ده اقفله على الرز عشان لما ينزل السلق يستوي، لان لسه دخله الفرن تاني، فهدفي كله كده. انا من وجهه نظري ان الخله دي ممكن تبقى فاشله شويه، نسبه يعني نسبة فشل فيها 30 40%، وانا حاسس بكده. أأمن نفسي بإيه؟ ب 100% ورق الألمونيوم. تمام. بقلب بشاميل كويس يا فندم. تمام، سيب البشاميل ياخد وقته، اللحمة المفرومة جاهزة على الحشو، أنا عندي فاصل صغير جدا بعد الفاصل نوصل، اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله. طيب نراجع سريعا مع حضراتكم ايه اللي حصل قبل الفاصل عشان ما ننساش. حمام كداب او الفراخ معموله بطريقه الحمام بس محشيه رز وكبد. الموضوع جبنه وراك فراخ مخليه، بس نقول للراجل بقى ما يعملهاش زي ما بعتها لنا كده مفتوحه قوي كده عشان تبقى يعني متعبه شويه في التقفيل.
افتحها لو سمحت عشان نحشيها. طب نجيبها تبلها بملح وفلفل، سنه حبهان مطحون، سنه بهارات مشكله، فص توم يديها تيست كويس. بعد كده بجيب عند الرز 3 ارباع تسويه وببدا احط عند الرز بحشي، مش كميه كبيره عشان ما يفتحش مني او عشان ما يستويش كمان ويطلع بره الفراخ. وبلفها بورق الومنيوم عشان اامن بس القفله اللي انا عايز اعملها، لان ممكن موضوع الخل يعمل اي حركه كده ولا كده. قفلنا وحطينا عندنا في حله بتغلي كويس جدا ميه سخنه، وحطينا عليها ورق الغار والحبهان وبصلايه، كل حاجات تدي ريحه حلوه جدا في السلق، وسبناها. ده بالنسبه للفراخ. بعد ما نخلصها ان شاء الله هنشوف النتيجه دلوقتي عامله ازاي. الطبق الثاني جبنا ربع كيلو لحم مفرومه عصرناه ببصل بفلفل احمر وفلفل اخضر، فص ثوم، حبه بهارات مشكله، وكده جاهز على الحشو. جبنا كمان الكوسه شوحناها وظبطناها، وحطينا كمان حبه يعني ميه صغيرين بحيث ان هي تستوي معايا شويه، وهقفلها حالا مع حضراتكم بكل بساطه. شوربه البطاطس هشتغل بيها بحركه على طول، كان في حته كفته حطيناها في الفرن طلعت على طول تبرد لما نقفل بيها ان شاء الله الشوربه في النهايه. طيب بايركس لطيف، بسم الله الرحمن الرحيم. حبه البشاميل دول اخبارهم ايه؟ شايف المنظر ده؟ خلصان، حلو كلام. انا بقى عايز ايه؟ اخفف الصوص ده واعمله بينك صوص، او اخليه صوص وردي شويه كده. كده وعلي التست بايه يا شيف؟ عايز اعلي التست الصوص ده بقى، هديله عندي مكعب مرقه، وهديله عندي كمان حبه جبنه، حته جبنه لطيفه كده. شوف تخيل بقى الصوص ده عامل ازاي. واستنى بس انا عايز اديله حاجه كمان ثانيه. لو قدامي مش مشكله، في قدامي ريحان بس يلا مش مشكله. طيب هقلب كويس جدا الجبنه بقى دي مع مكعب المرقه مع الصلصه اللي حطيتها او عصير الطماطم اللي حطيته. شايف الملامح عامله ازاي؟ هقلبهم بس شويه كده. شوف خدت بقى حركه فنم. نجيب مغرفه، هناخد حبه صوص كده في ارضيه البايركس، نفرشهم بالشكل ده كده اهو. ندوب بس اي حاجه من المكعبات دي زي ما حضراتكم شايفين كده. ناخد كمان واحده تمام لحد كده زي الفل. طيب وبعدين هجيب عندي بسم الله الرحمن الرحيم كميه الكوسه بالشكل ده كده اهو، كمان حبه حته حلوه من البهارات اللي فيها وفص الثوم والزبده كده. وهجيب عندي المفروم بسم الله وانزل بيه كله كده، وانزل كل الجوانب دي. تمام، واساوي كل الامور دي بالشكل ده كده اهو. حلو كلام، كلام جميل. واجيب بقيه الكوسه دي كده تنزل كده بالوش كده اهو، وابدا هسويها واقفل على الوش. شايف التوم فاكره؟ موجود معانا، كل حاجه موجوده. تمام التمام. نجيب عندنا البشاميل وننزل كده كده. ونساوي امورنا. مكعب المرقه ده ما دبش. نعم حالا ندوبه كده. يا فندم الحاجة هانم، صباح الفل والهنا. صباح الخير يا دكتور. اهلا وسهلا بك استكول، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله ماما، الله كله بخير الحمد لله. أنا والله اتعلمت، انا ست كبيرة بس اتعلمت من حضرتك حاجات. العفو يا ماما، مش كده؟ جدا جدا جدا. العفو حبيبتي، انت علمينا كلنا والله. الله يخليك. لا يا حبيبي احنا نتعلم منك، طول عمرنا نتعلم من حضرتك. العفو يا امي والله، على راسي المكالمه ومتابعه والله، كتر خيرك. الله يخليك. تسلمي. وبشكر الاستاذه رباب والله بجد، يعني هي استاذه محترمه جدا جدا جدا. ربنا يعز حضرتك يا فندم، تسلمي وتعيشي يا رب. الله يخليك. تحت امرك امر. الامر لله. والله بس كنت طالبه من حضرتك ان احنا بس كنت عايزه اقدم لحفيدي في البرنامج بتاع حضرتك. ربنا يحميهولك يعني. يا رب ويحافظ لك عليه يا رب. حاضر، اوامر امر يا ماما. الامر لله. حاجه ثانيه؟ سلامتك سلامتك. تحت امرك. بشكرك على المتابعه والمكالمه وكتر خيرك يا ماما والله. شكرا شكرا يا فندم. ايمان هاني صباح الفل. صباح
صباح النور. اهلا وسهلا بيك يا فندم. ازيك يا شيف علي، عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم، كله بخير. انا على طول بكلم حضرتك. ده شرف لينا يا فندم. والله ما بتصلش كتر خيرك خالص، بتصل بحضرتك على طول. والله شرف لينا المكالمه والمتابعه يا فندم، كتر خيرك. والله بص يا شيف علي، انا يعني سن صغير بس بتعلم من حضرتك كتير. العفو يا فندم، تحت امرك، اموريني امر. لا انا مش عايزه حاجه، بس انا كل شويه اما اشترك في المسابقه محدش بيرن عليا. لا ازاي بقى، حاجه تزعل طبعا. معلش والله انا سن صغير بس بعمل كل حاجه والله. فندم ربنا يديك الصحه وعلى راسي يا فندم. حاضر، بس بنعتذر لك والله على التاخير. حاضر والله انا بعتبر حضرتك اخويا الكبير والله. لا على راسي يا فندم، اخوك تحت امرك في اي وقت، وبنعتذر لك اتاخرنا، وحالا لو سمحتي في الكنترول نراجع بياناتنا. ممكن؟ ممكن. بشكرك، شكرا جدا ليك ومتابعتك لينا. شكرا يا فندم. هحط عندي الكوسه دي على طول في الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ساره صباح الفل. اهلا اهلا وسهلا، ازيك؟ الحمد لله. اخبارك يا جميله؟ الحمد لله. تحت امرك امر. بسم الله. قلت انا كنت عايز اعمل هداء لبابا. يا سلام يا حبيبي بابا. ماشي، قولي لي بابا اسمه ايه الاول؟ بس الاول طنطاوي. ها طنطاوي. طب اسمك ساره طنطاوي، اتفضلي اعملي الاهداء لبابا. يلا يا بابا، انا عايز اقول لك كل سنه وانت طيب، وبحبك قوي. كملي كملي يا سارة. بس خلاص. انت جميلة قوي يا سارة. بابا سمعنا ولا مش سمعنا؟ لا بابا في الشغل. طب هنسمعك المكالمة دي ازاي؟ هنسمعها يعني مخلي ماما طب تسجلها، او ماما تاخد اللينك. ايوه احنا كده من النت. ايوه كده. يلا عايز تقولي حاجة تانية قولي كمان لماما لو عايزة. اتفضلي. بحبك قوي يا ماما. يا حبيبتي ربنا يحفظك. وانت طيبه يا قمر، ربنا يحميك ويحفظك. بشكرك جدا يا ساره يا جميله، وربنا يحفظك، ويا بخت بابا بيكي وكل الابهات يا رب باولادهم ويحفظكم جميعا يا رب. شكرا يا ساره، شكرا. هناء هانم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك يا فندم. ابني بيحب حضرتك جدا وعاوز يكلمك. ما شاء الله، ربنا يحميهولك. اسمه ايه؟ علي. اديني علي. الو. صباح الفل يا لولو. الحمد لله. ازيك؟ الحمد لله. عندك كام سنه؟ سيدي. ها سيدي. سبعه. اه ما شاء الله ما شاء الله. وايه اخبارك؟ الحمد لله كويس. يعني بتعمل اكل ولا لا؟ ايوه. ايه بقى بتعمل اكل ايه بقى انت؟ بانيه. بانيه، الله. وايه كمان غير بانيه؟ وحلاص. وايه؟ حواوشي. وحواوشي، الله. ماشي، طب هتيجي تعملي اكل ايه بقى لما تيجي ان شاء الله؟ حواوشي. حواوشي، ماشي الكلام خلاص. يلا علي حالا سجل بياناتك يا حبيبي، وان شاء الله تنورنا في اعلى مسابقه. حاضر، ربنا يحميك يا لولو. شكرا. طيب معايا يا فندم؟ شوف بقى بالراحه بقى عشان الدنيا هنا سخنه جدا. بص فاكر كنت بتكلم في ايه؟ انا عايز اقفل دي، والخله دي هتتشال في الاخر، بس دخلها الفرن شويه. بص المنظر سيبك من الحمام، ما فيهوش اي تفاصيل ولا في اي حاجه اهو. اهم حاجه بس يكون مر الورق الالومنيوم كويس، ايا كان الفتحه غلط، ولكن احنا عالجناها بورقه الالومنيوم. ومش وهقولها تاني عشان بس نبقى واضحين في كل حاجه، ورق الالومنيوم ده اتحط في المرقه دي، سلقنا فيه الفراخ دي، المرقه دي مش هستخدمها. بكل وضوح، ليه يا شيف؟ حطينا ورق الالومنيوم مفن في الموضوع، فاي حد بيعمل حاجه دي قدام حضراتكم حتى لو ما قالش نعرف كويس قوي ان مش هينفع نستخدمها. مش شرح حاجه، كده كده انا تمام الحمد لله، مش محتاج برقه في حاجه، واستفدت منها وكل شيء وتمام التمام، ولكن انا بتكلم بس في التفصيله. طيب هرجع تاني. نعم وائل. الو. صباح الفل والهنا. طب العسل يا حبيبي، عامل ايه؟ اهلا وسهلا بيك يا فندم. حبيبي ايه الحاجات الجميله دي يا شيخ؟ ربنا يعزك، الله يبارك في عمرك. مش قد ديك احنا يا باشا. افندم مش قد حضرتك احنا كده يا شيخ. يا حبيبي على راسي، تحت امرك. ربنا يخليك يا شيخ، ربنا يخليك. امر ربنا يحسن من ايديك يا فندم. الله يبارك في عمرك. حبيبي انا قاعد اشارك لبنتي في المسابقه يا شيخ. ربنا يحميها لك يا حبيبي ويخليها لك. حاضر، اوامر. اسمها ايه الجميله؟ اسمها لوجي يا فندم. لوجي، ربنا يحميها لك يا حبيبي يا ابو لوجي، وحالا في الكنترول سجل للوجي وتنورنا ان شاء الله. حاضر حبيبي يا شيخ. حاجه ثانيه؟ حبيبي يا شيخ، اوامر امر، ربنا يحميها لك يا حبيبي. صباح الفل، شكرا جزيلا. حاضر. هي دايما البنت بتاكل كده قلب باباها وتخليه يجري الصبح يشترك لها كده، ربنا يحميهم يا رب ويحفظ كل اولادنا وبناتنا يا رب. طيب ده كده لازم يبرد شويه، بعد كده هنعمل له ايه؟ فلفل اسود. شوف
كده، حاجة حلوة برضو، فرشة سمنة حلوة كده، شايفها يا فندم دي؟ على الكل كده اهو، اهو شكرا، خلاص اهو شوف كده، مفيش أي حاجة خالص، شايف المنظر؟ وبعدين خش الفرن على طول تاخد دور، نشوفها إن شاء الله كمان شوية يا فندم. نرجع بقى نعمل حبة شوربة حلوين على السريع. بسم الله الرحمن الرحيم، حبة شوربة بطاطس. والبطاطس هي كده كده كنشويات، لو أنا هعمل كريمة ممكن ما أحطش كريمة، مش عشان حاجة، مش موضوع توفير والله، مش ده المقصود من كلامي، أنا عايز أحط كريمة براحتنا وكل حاجة، ولكن أنا بتكلم في حتة إن هي كده كده بيضة لونها أبيض وهتنزل نشويات، فكده كده هتربط المرقة. طب وضح لي اكتر يا شيف، مش احنا بنحط الكريمه او الدقيق واللبن والزبده عشان نربط بيها الصوص اللي زي الكريمه او البشاميل؟ طيب مش طبيعي لو احنا نعمل شوربه بطاطس هنعمل العمليه دي؟ اقول لك اقول لك لا، هنا بقى مش طبيعي، هنا الحته الوحيده او البطاطس الوحيده دي او نوع الشوربه البطاطس الوحيد ده هو ما ينفعش تحط فيه، او ممكن ما يحطش اصلا، سيب الموضوع ما ينفعش ده، لاني فيها نشويات فهتربط ان انا عايزه من غير ما احط عندي الدقيق والزبده. بس حابب اوضح الامور في كل حاجه، ولذلك لما يكون في اي نوع من انواع الشرب بدل ما يحطوا فيها زبده، ممكن قلتها قبل كده وهعيدها تاني، في مدرستين في موضوع الشرب او الصوصات او تقفيل وطربط الصوص، وضح لي واحده واحده عشان انت بقى ايه تحت الموضوع يبقى اكمله، ويمكن قلتها قبل كده والله. المدرسه دي مدرسه فرنسويه او المطبخ الفرنساوي عنده فكرة ان احنا نربط زي ما قلت لحضراتكم ب، لو انا هعمل مثلا شوربة بروكلي او بسلة او اي شوربة عشان اربطها كويس، الطبيعي ده الجماعة الفرنسويين بيحطوا بطاطساية في النص، ولما في الاخر بنضرب الشوربة بتبقى تقيلة وتمام التمام، وكأننا يعني عاملين كل حاجة وحاطين كريمة وحاطين زبدة ودقيق. الجماعة الطراينة قال لك لا، انا هشتغل عادي جدا، مش عايز احط بطاطس، احط معلقة زبدة ومعلقة دقيق، فهتعمل معايا الرؤى او الربط بتاع الشوربه او الصوص او ايا كان بحاجه بالكريمه. دي مدرسه ودي مدرسه، دي سكه ودي سكه. بحب اوضح بس الامور بشكل ايه يكون واضح. طيب احنا نعمل ايه النهارده؟ عادي جدا، ولا المدرسه الايطاليه تنفع معانا ولا عادي الفرنسويه، احنا نعمل المدرسه المصريه بتاعتنا. ايه بقى المدرسه المصريه بتاعتنا؟ هنشوف. حله سخنه لطيفه، سنه زيت، ركز في دي. وهنزل الاول بالكرفس، بسم الله الرحمن الرحيم. والكرات وبصلايه مفرومه. أساسيات سهلة جدا وطبيعية ومفروضة في كل الشرب، أي شوربة يا شيف والله، أي شوربة، بصل وكرفس وكرات دول أساسيات ومش بكميات كتيرة، زي ما حضراتكم شايفين معلقتين من كل حاجة كده لطيفة، أو نص بصلية مثلا بالمختصر، يعني كل ده هيضرب في الخلاط في الآخر أهي. شفت الكلام ده؟ كلام جميل. معلقة حلوة، بسم الله، أقلب تشويح عشان ياخد الخضار بقى هنا عندي. حلو كلام. حته الكفته حطيناها في الفرن في الاخر تبقى لطيفه جدا. البطاطسايه دي انا حاطها في ميه عشان ما تسودش، اصفيها على طول وارجع اشتغل بيها واحده واحده. افندم حاضر عيني. حالا حالا حالا. حاجه صفاء، صباح الفل والهنا. الو الو. ايوه ايوه، صباح الفل يا فندم. صباح الخير، ازيك؟ اهلا وسهلا بيك يا فندم. ازي صحتك؟ نحمد ربنا. انا مش عارفه اتكلم، انا مش عارفه اتكلم خالص، لان انا مش مصدقه اصلا ان انا بكلمك. لا يا فندم ليه، ده احنا يعني شرف لينا المكالمه والله بجد والله. هو انا زي ماما بالظبط، يعني انا في سن ماما وانا جده على راسي والله، ما باين في صوت حضرتك والله. انا بقالي سنين كتير قوي قوي بحاول اطلبك، بعدين دلوقتي قلت لبنتي، قلت لها بصي انا نفسي اكلمه، تشرف حاولي، فربنا جت بقى على ايديها بقى يعني. ربنا يحفظك يا فندم، وشرف لينا المكالمه والله يا حاجه والله والله، يعني شرف لينا المكالمه جدا والله، ومعيني ربنا يخليك. تشرف، اتفضلي يا فندم. انا اولا عايزه اشكرك جدا 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 جدا، واقول لماما اللي اشكر ماما اللي ربت واللي خلت يعني حد يعني يحتذى بيه، حد قدوه. شكرا. انت انسان جميل جدا جدا جدا. شكرا. انا بعشق الاكل، بحب الاكل جدا وبحب المطبخ جدا.
انا اسفه لو انا متوتره. لا يا فندم خالص بالعكس، متوتره على ايه؟ ده زي الفل والله. براحتك خالص. اول مره اتصل في برنامج اصلا يعني. ده شرف لينا والله العظيم. يعني لو حضرتك بتعتبرني ان انا ابنك فانا اتشرفت النهارده بالمكالمه دي والله. حبيبي والله 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 انا بالرغم ان انا اسكندرانيه وبالرغم ان انا بنعشق الاكل اللي تعرف السمك والحاجات حبايبي الاسكندرانيه احلى اكل في اسكندريه والله. مش بس سمك على فكره، انا باكل عندكم في اسكندريه حاجات احلى بكتير من السمك. طبعا، بس هو انت في حاجات تركات جميله قوي قوي بتعملها في السمك انا استفدت منها. شكرا. احنا بنتعلمه منك يعني بجد والله العظيم. العفو العفو يا فندم والله. و و و ومش عارفه اقول لك ايه بجد، مش عارفه اقول لك ايه. انا لازم اصحى من النوم، اصحى من النوم لازم اقعد استأخر لو ميعاد البرنامج عدى ربع ساعه انا بزعل جدا عليا. والله يعني كلام كبير جدا على راسي، دفعه جامده جدا معنويه من حضرتك يعني كأم لابنها يعني، واتشرف جدا بالمكالمه ومتابعه وكتر خيرك كتر خيرك بجد. ده حضرتك اول مره تتكلمي في التلفزيون عامه ومعايا انا، فده شرف ليا يا فندم والله. كلك ذوق كلك ذوق يا فندم والله. ربنا يخليك. اتمنى يعني في اي خدمه اقدر اقدمها لحضرتك. انا ميرسي جدا جدا، انت مش مخلي اصلا حد عايز حاجه. شكرا. الكلام اللي الناس بيقوله لك انا يعني الكلام الناس اللي بيقولوه لا هو بجد حقيقي، ما بيبقاش مجامله، ما بيبقاش اي حاجه، لا هي بجد حقيقي. انت تستحقها اكتر من كده. انا متابعك من كل القنوات، من اول قناه اشتغلت فيها لغايه اخر لغايه قناه اون. بشكرك بشكرك، ربنا يديم المحبه يا فندم والله. بشكر بشكرك جدا. عفوا. بشكر كل الكرو اللي قايمه على البرنامج. شكرا. النور الجميله اللي ردت عليا بنتك يا فندم. ربنا يخليكوا كلكم، وربنا شكرا. يخلي الناس اللي بتطلع لنا الاكل بالصوره اللي انت عاملها. اشكرك يا فندم كل الجزء. اتعلمت منك ازاي الجرنش، اتعلمت منك المصطلحات بتاعه الطبخ. العفو يا فندم. بجد 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 انا بقول لك ميرسي جدا جدا جدا. ربنا يخليك يا فندم. لا شكرا على واجب، وانا بشكرك شكرا جزيلا على الكلام الجميل دوت وكتر خيرك على راسي المتابعه والمكالمه، وده مش غريب عن كل امهاتنا وحبايبنا في مصر كلها، وطبعا اسكندريه لسانهم سكر دايما. بشكرك جدا يا ماما والله وعلى راسي المكالمه، ورب دايما يقدرنا بالكلام الحلو ده، نحاول نعمله كل يوم حاجات احلى واحلى من اللي فاتت ان شاء الله. شكرا جدا. طيب هرجع تاني سريعا، بشوح الكرفس مع البصل مع البطاطس في ريحه طبخ، بس هي مش طبخ، شوربه. طيب هنا بقى الربط اللي بيحصل، لو انا هبدا اشتغل باي خضار باي حاجه في الدنيا وعايز اربطها دلوقتي عشان تبقى شوربه كريمه، بحط عندي معلقه الزبده والدقيق. احنا اتفقنا كنا مش عاملين النهارده مع القصه دي، لان عندي البطاطس اصلا فيها نشويات فيها لون ابيض، فبالتالي هتشوف كل حاجه وهوريكم لحد التفاصيل. انا عندي الكريمه اهي وعندي الدقيق، خليكم فاكرين شكلهم اهو قدام حضراتكم. انا هشتغل زي ما انا كده، عندي هنا مرقه ثانيه، بسم الله الرحمن الرحيم، وابعد وشي عشان البخار ما ياذنيش، اغطي الكلام ده كله بالمرقه. احب دايما انا وانا شغال مهريش وما غمقش الخضار اللي بتشوح، لازم الالوان تكون كده يا فندم. شايف منظر الخضار، اكون خدت الفايده اللي انا عايزه وشوحت زي ما انا عايز وكل حاجه، ولكن الالوان تكون واضحه عشان لما اضرب الشوربه دي في النهايه في الخلاط ما بقاش في حاجه غامقه واحس ان الموضوع فيه قلق. الكفتايه دي خليها عندي في النهايه خالص، احطها عندي في حبه او على حبه الشوربه في النهايه خالص. عايز ابص بصه كده اشوف اخبار اللي في الفرن ايه. بسم الله ما شاء الله. حالا حالا قبل ما تقول انا قايل حالا، مش حصل اكيد مش بكلم نفسي صح؟ عيب يا ياسمين هانم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ينفع اطلعكم فاصل الفاصل كده وانتوا فاضيين كده من غير حاجه؟ ينفع؟ طيب ايه رايك في ده؟ نطلع منه فاصل ونسيبه شويه، نطلع منه فاصل وممكن بعد الفاصل كمان او في الفاصل احط كمان في الفرن شويه ياخد لون كمان. دي الكوسه، الشوربه قدام عينيا شغاله بالمره. معلش نبص بصه كده على اللي بيحصل، والله اللي بيحصل. نطلع منه فاصل من قبل الفرن يا فندم، اتفضلوا. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله. اتفضل اتفضل. حبه الرز طبعا موجودين اللي عملناهم من شويه، حط عليهم حبه الكبد دول فاكرينهم؟ شوف تمام تمام. عايز بقى احط اي مكسرات عادي، اي حاجه بنفسنا فيها برضو معاك. ده بقى باين فرشه السمنه
احلى بكتير من فرشه الزبده والزيت في الالوان الحلوه دي. انا بتكلم بكل وضوح. ولما كمان دخلنا الفرن، بص حبه الميه نزلوا دول، ده كمان كمل تسويه الفراخ. سيبها شويه عشان سخنه، تمام؟ اجي بالراحه، بص بعمل ايه، اسحب من هنا بس سيبها شويه تبرد برضو كده. بص بالراحه بس سيبها تبرد ونشد بس، يعني انت عارفين ان انا بحب انجز. شكرا. وهنشوف كل حاجه بس تبرد سنه عشان احنا بنطلعها ما تضيعش مننا. تمام تمام. وده لو حضرتك عملت يعني جبت 2 كيلو راك فراخ، لا هيعملوا حبه حلوين وهيبقى عزومه لطيفه جدا، او هتبقى حسب اللي موجود طبعا. ومنها كان فراخ محشيه عادي ولكن بشكل الحمام، هي ما فيهاش حاجه يعني مش افتكاسه ولا اختراعي، دي موجوده في كل حته وناس كتير جدا بتعملها وتمت تمام. طيب انا عايز اطلع من مره كمان الكوسه، انا كنت مطلعها شويه خدنا لون ولون تاني كمان شويه. بسم الله، يلا الله اكبر. اهي نروح بقى على المائده على طول عشان ما اشغلكمش هنا كتير. اهي ادي الكوسه بالبشاميل بطريقه لطيفه مع صوص مشترك ما بين الاحمر والابيض. سيب دي تبرد شويه وتعالى نشوف اخبار الشوربه ايه. شايفين الملامح عامله ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبهر بحبه ملح وفلفل وخلاص، ومكعب مرق عشان تدس كويس، ولا اكتر ولا اقل. سنه ملح، مرقه حاطين في المرقه كده كده، او في الميه السخنه في مرقه، وحبه فلفل. ممكن ناخد حبه فلفل ابيض افضل من الفلفل الاسود، الشرب دي بتبقى لطيفه يعني. تمام. وهنجيب الخلاط بتاعنا هاند بلندر لطيف. بسم الله. بص بكل بساطه وابعد وشي، شفت خدت بالك؟ اسف جدا على الازعاج، معلش ما بحبش اتكلم وانا بشتغل بالخلاطات اول حاجه عشان ما تدوش حضراتكم. طيب الشوربه دي خلصانه؟ خلصانه. وريني كده القوام بقى، انت قلت من شويه ولا احط زبده ولا احط دقيق ولا احط كريمه ولا اي حاجه، الشوربه زي ما هي كده. بص خدت بالك يا فندم؟ ما فيهاش حاجه، دي شوربه بطاطس السك، ما فيهاش اي اضافات. طب عايز اخليها بيضه يا شيف، وعايز اخليها بقى حبه يعني بقى، انا خلاص جبت علبه كريمه وعايز ادي بق صغير. اقول لك بص قد ايه، بص قد ايه، شوف بسم الله، شوف شكرا. اللي هو قد ايه يعني؟ والله ما كملت حتى ربع كوبايه. بص اللون، وده لون معقول برضو. عايز ازود تاني ازود، مش بوفر والله ما مقصود من كلامي، بس انا بقول ان ممكن نعمل ده وممكن نعمل ده، حطينا من ده وحطينا من ده، بس الكميات يعني في اللي في ايدينا. يلا بينا ناخد غلوه واحده ونحضر طبق للغرف عشان نأمن نفسنا، وخلاص خلصنا ان شاء الله كل حاجه. نجيب طبق شوربه، لا ابيض فابيض كده هيبقى مش نجيب حاجه تانية. لا يا فندم، لا تعالى انت بقى، وانا ما فيش اي مشكله والله بجد. تعالى، لا 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 تعالى حضرتك، سيب الاخراج وتعالى بس تعالى. لا مش جنبي، تعالى انت طلع يعني انت تعالى اقفل الحلقه انت. ماشي يا استاذ. طيب انت عايز ايه؟ قول لي عايز ايه بس بجد والله. اوكي حاضر، المره الجايه اوامرك.
أوامرك. أه يا سلام. وده وحش؟ تمام؟ يلا تمام خلاص أنا قلت كده برضه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. شوف بقى حبة الشوربة عاملين إزاي؟ شكرا. والحلة ما بتكدبش زي ما بيقولوا. تمام. ده كده خلصان وزي الفل ما فيهاش أي حاجة خالص. هنا بقى الكور. بص كده يا فندم. كور الكفتة. شكرا. بس خلاص. سكة مختلفة وبسيطة يعني. أي حد يعملها بالهنا والشفا. طبق شوربة بطاطس بكور اللحمة. طيب. ايه تاني عندك يا باشا؟ والله خلاص حبه الرز دول نغرفهم على طول، حبه الفراخ نغرفها على الرز على طول. وتعالى نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. كده على طول. بص بقى، بص بص من كل حته عامله ازاي، شايفها؟ شوف يلا ناخد دي. شايف الجوز ده؟ ولمع بيه بقى حاجتي. الحاجات دي انا بالنسبه لي اهم من الطبخ بصراحه. لازم حاجتك تبقى طالعه على الطبق كده وانت مقدمه، حاجتك تكون منوره. سيبك من الكاميرات والتلفزيون، لا حتى في البيت حاجتك كده باللي فيه، حتى هو باللي موجود نور الحاجه كده. مهم جدا الحاجه تبقى طالعه وكانها يعني لسه حالا من الفرن. هي شويه طالعه برد كل حاجه، لكن انا احب كده. الطبق ده متلحوش تتنضف. اهم حاجه الاطباق تبقى طالعه متروقه، وما نمسكش الطبق من هنا، نمسكه من تحت عشان البصمات والحاجات دي يعني بعض الناس تاخد بالها من الحاجات دي. بس كده وبالهنا والشفا لحضراتكم. طبق بسيط مش حاجه، وراك فراخ محشيه بطريقه الحمام الكذاب اللي هو يعني مش حقيقي يعني. طيب طبعا اعتقد الامور وصلت حضراتكم بشكل بسيط. صينيه كوسه بالبشاميل مع صوص لطيف جدا، حبه شوربه، وعندي وراك الفراخ عملتها النهارده محشيه بالهنا والشفا. حضراتكم اشوفكم ان شاء الله في نفس الميعاد وحلقه جديده، والسلام عليكم.